الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وتوقفنا في هذا المضمار عند صورة الذاريات وقلنا أن الذاريات هي الرياح تذرو التراب وتذرو الغبار وتذرو حبوب اللقاح وتحمل الكثير من الخير وقد تكون أيضا وسيلة عقاب في بعض الأحوال لكن الذاريات ذروة يعني يقسم بها ربنا تبارك وتعالى لأهميتها من أجل استقامة الحياة على الأرض فالرياح التي تحمل هباءات الغبار تلقح بها السحب تعطيها نوى التكثف حتى يمكن ان تنزل المطر باذن الله وتحمل حبوب اللقاح التي تخصب بها النبات كما تحمل كثير من المعادن والهباءات والحبوب والبذور الدقيقه وتنشرها في الارض بعلم الله وحكمته وقدرته. والحاملات وقرا هي السحب تحمل كميات هائله من بخار الماء حتى ياذن لها ربنا تبارك وتعالى بانزاله مطرا. فالجاريات يسرا السفن والبواخر ووسائل الانتقال في الماء بصفه عامه والتي هيئ لها ربنا تبارك وتعالى صفات طبيعيه وكيميائيه معينه في الماء ومن اهمها ظاهره التوتر السطحي التي تعين السفن على الطفو على سطح الماء فالجاريات يسرى فالمقسمات أمر الملائكة تقسم أوامر الله سبحانه وتعالى بين العباد إنما توعدون لصادق هذه الدعوة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم هي دعوة كل الأنبياء هي هداية ربنا لخلقه هي الدين الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله ثم أتمه وأكمله وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والدين هو الإسلام ولا دين غيره لأن ربنا تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ويقول ومن يبتغي غير الإسلام ديدا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم يأتي قسم آخر بالسماء ذات الحبك والحبك يعني الإتقان الإحكام الضبط وقلنا أن كل شيء في السماء من الكتل إلى الأحجام إلى السرعات إلى المدارات إلى العلاقات منضبط انضباطا شديدا ويكفي في ذلك أن نقول أن كل أجرام السماء تجري بسرعات متعددة وبعضها لا يكاد العقل البشري أن يتصوره ومن طلاقة القدرة الإلهية أن تبقى علاقات هذه الأجرام إلى بعضها البعض ثابتة إلى أن يشاء الله والسماء ذات الحبك يعني ذات الترابط الشديد الإحكام في البناء الدقة في كل أمر صغير وكبير والحبق أيضا الطرائق الطرق يعني جعل ربنا تبارك وتعالى لكل جرب من أجرام السماء مدارات محددة يتحرك فيها ولا يخرج عنها حتى يشاء الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبق من مع هذا المعنى أيضا الحبق هي ضفيرة الشعر والحبق هي نيم البحر على شواطئ البحار حينما تتحرك الامواج متقدمه ومتاخره او تاتي الرياح متقدمه ومتاخره تعطينا ما يسمى نيم البحر تعرجات في الرمال المكونه للشواطئ وهذه احيانا تمر بكثافات مختلفه وكذلك السماء، السماء فيها النجوم ذات الكثافه الضئيله للغايه التي لا تكاد تصل الى كثافه الماء كالشمس وفيها النجوم ذات الكثافات الفائقة لدينا النجم النيوتروني التي تقدر كثافته ببليون طن لسنتمتر المكعب ولدينا أيضا الثقوب السود التي تقدر فيها الكثافة ب يعني تريليونات الأطنان لسنتمتر المكعب يعني عشرة مليون مليون طن لسنتيمتر مكعب لذلك نقول أن التباين في كثافة المادة في السماء هي إحدى وسائل ترابط السماء وقلنا أن النجوم ذات الكثافة الفائقة كالثقوب السود أو النجوم النيترونية هي التي تشد إليها بلايين الأجرام السماوية بجاذبيتها العالية وكثافتها الفائقة فالسماء ذات الحبق تحمل كل هذه المعاني و... من اجمل ذلك ذات الدقه والاحكام والترابط انكم لفي قول مختلف البشر تباينوا في ايمانهم ومعتقداتهم وتصوراتهم تباينا شديدا خاصه كفار مكه في زمن الوحي يؤفك عنه من افك الى اخر الايات حتى تاتي بنا الى قول ربنا تبارك وتعالى وفي الارض ايات للموقنين كما ان في السماء ايات للموقنين في الارض ايات للموقنين وقلنا أن الأرض فيها من أمور الضبط والإحكام ما يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكوكب لا يمكن أن يكون قد تواجد بوحد الصدفة الأرض عبارة عن كرة من الصخر أو شبه كرة من الصخر معلقة في الفضاء أه تقدر كتلتها بحوالي ستة آلاف مليون 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 طن لا يحفظها في مدارها الا اراده الله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته. كل امر من امور هذه الارض آه مبهر للغايه ويدعو الى الايمان بالله سبحانه وتعالى. آه كتلتها، حجمها، بعدها عن الشمس، مسافتها آه الى القمر، آه سرعه دورانها في حول محورها وسرعه جريها في مدارها حول الشمس، كل ذلك قدر باحكام دقيق. كل الحركات والاعمال والتصرفات على سطح الارض تتم كذلك بدقه فائقه واحكام شديد دوره الصخور، دوره الماء، دوره الحياه كل علاقات الارض الحقيقه تتم بدقه فائقه، حركه الرياح على سطحها كل ذلك يتم باتقان شديد وانضباط عالي يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقه القدره وببديع صنع وبإحكام الخلق لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين إذا تأمل الإنسان أمر أي أمر من أمور هذه الأرض بشيء من الحيدة والموضوعية لا بد له أن يرى يعني بديع صنع الله سبحانه وتعالى فيها ثم يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهناك خلاف شديد بين العلماء عن النفس والروح ما العلاقة بين النفس والروح وأقول أن ما وصلت إليه في هذا الأمر أن ما وصلت إليه في هذا الأمر أن الروح نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان في لحظة خلقه في رحم أمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ينفخ فيه الروح ويكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الروح إذا تلبست بالبدن صارت نفساً. ولذلك كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن مغادرة الروح للبدن. يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ويقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس المقصود بها هنا البدن عندما يتفاعل مع الروح الروح بصفائها واشراقاتها النورانيه سلوك هذا البدن قد يعكر هذا الصفاء قليلا او قد يحافظ عليه وقد ينهض بهذا البدن ويربيه تربيه فاضله وفي انفسكم افلا تبصرون يعني في كل شيء يتعلق بهذا البدن آه ماديا ومعنويا وسلوكا آه يشير الى حكمه بالغه من الخالق سبحانه وتعالى والى اللقاء القادم ان شاء الله نستمر معكم في استعراض هذه الاشارات العلميه في سوره الذريات والى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته